بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم طه بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمدين مصليا على محمد خير نبي أرسلا. وذي من أقسم الحديث عداه وكل واحد أتى وحدا، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولا مشذ أول، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضابط ونقله، الحسن المعروف ذو الروادات رجال لك سهل اشتهرات، وكل ما عروت بطل الحسن قصر فهو ضعيف وهو أحسن كفر، وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين والمقطوع، والمسند المتصل الإسناد من جوي حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل وقل ما على وصف النتى مثل أما والله ينبال فتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدا حدثني تبسما، عزيز من اثنين او ثلاثة مشهور من فوق مثلا، وعن عنك عن سعيد عن كرم ومنهم ما فيه او لمسم، وكل ما قلت رجاله على وضد ذاك الذي قد نزل، وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقى وكل قريب ما بقى، وكل ما لم يتصل بحالي اسناده اوصالي، والمضل السقيط من اثنان وما اتى مدلس النوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان يغوي عما فوقه معوان، والثاني لا يسقيط لكن يصيف بما لا ينعي، وما يخالف ثقة فيه الورى فشل والمغرور اسم البلاء، ابدا براو الباب راو القسم وقلب اسندي المثل قسم، والفرد ما قيدته بثقة او جمع او قصر على رواية، وما بعلة غموض او خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند او متن مقرب عند ويل الفن، والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين ان اخي مدبج فعريف حق وانتقي، اتفق اللفظ وخض متفيق ردوا فيما ذكرنا مفترق، مختلف متافق خبي فقط وجده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، اتركوا ما واحد به فراد واجمعوا لضعف فهو الكراد، الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد اتت في الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين باربع اتت ابياتها ثم بخير ختمت.